بسم الله الرحمن الرحيم، أعضاء مديرية مكتبة العرب أهلا بيكم. بإذن الله النهاردة هيحصل مؤتمر صحفي على إعلان نتيجة الثانوية العامة، تمام؟ فأنا مجهز لكم هنا كذا موقع تقدروا تجيبوا من عليه النتيجة على طول فور اعتمادها وصدورها بإذن الله. هو هيعلن عنها بكرة بإذن الله، اللي هو النهاردة يعني الخميس يوم 17/7. تقدر حضرتك تحط الاسم أو رقم الجلوس والمرحلة بتاعتك ورقم الهاتف والبريد ويجيلك النتيجة، أو لو عايز تعرف على طول فوري تقدر تعرف من الموقع ده، تقدر تحط رقم الجلوس وتقول له عرض النتيجة. وفي اليوم السابع برضو وفرت لك اختار النظام ايه اللي انت شغال عليه ورقم الجلوس بتاعك، وبتعرض لك النتيجة على طول فورا. طبعا في كذا موقع تاني انا حطيته لكم تقدروا تعرفوا بيه النتيجة، لان في ناس كتير جدا في الشبكة طلبت ازاي نعرف النتيجة معاكم. كذا موقع بإذن الله هحطه لكم في المدونة. ألف شكر ليكم والسلام عليكم.